ما معنى قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي. وكذلك قوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فضيلة الشيخ أرجو بيان معنى هاتين الآيتين الكريمتين، إذ أن لدي حولها بعض الاستفسار. وهل من آمن بالأنبياء والرسل الماضين لن هل من آمن بالأنبياء والرسل الماضين لن يدخل الجنة؟ وهل على الجميع أن يعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف؟ جزاكم الله خيرا. أما قوله تعالى لا إكراه في الدين، معناه أن الدين لا يدخل في القلوب بالقوة، لأنه لا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يمكن الإجبار على الإسلام وإدخاله في القلوب كرها وجبرا، وإنما يكون ذلك بإيمان الإنسان بقلبه ورغبته في الإسلام. وليس معنى ذلك أنه يترك الجهاد ويقال لا إكراه في الدين، لأن الله أمر بالجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمشركين واليهود والنصارى. فمعنى الآية واضح في أنه لا يملك أحد إدخال الإيمان في قلب أحد بأي طريق، لا بالإكراه ولا بالجبر ولا بغير ذلك، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وأما بقية السؤال وهو أن من آمن بالرسل كلهم ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهذا كافر، ولا يصح إيمانه بالرسل، لأن من جحد رسالة نبي واحد من الأنبياء فقد كفر بالجميع. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجوره وكان الله غفورا رحيما. وهذا الذي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بعيسى عليه الصلاة والسلام أو بغيرهما من الرسل، من كفر بنبي واحد فقد كفر بالجميع، خصوصا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسع أحد من أهل الأرض إلا أن يتبعه. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم.